كل شباب دلوقتي هنلعب لعبة روكيت. النهاردة هنشوف النهاردة مين اللي هيفوز، انا ولا العيال ولا زميل. تعال يا مجنون، يا مجنون والله دماغ ناشفة. رقم 17 حرام عليك يا راجل. وزميلي الله عليك يا اسطوري، ده باب واحد جاب اسئله سريع غير عن ده انت بطل بطل. اوكي ايه ده زميلي الطحن، ده زميلي التاني الطحن. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحم زميلي. بس المرة دي نلعب شباب، اتمنى انكم توصلوا الفيديو بمية الف لايك عشان انزل لكم حلقة تانية من اللعبة دي مرة تانية. خلينا نشوف مع دوات. ده عاوز يفوز. اوه دروب، فين الدروب؟ اهو بس في اخر الدنيا. لما اشوف كده زميلي هيقدر يجيبه. بس ده انا روحت عند الدروب وكان بيقول لي افتحه بمفتاح وانا فتحته فجالي ار بي جي وخدت. الله عليا، بس واحد جاب كان بيلف وراه، كان بيلف ودي جابني. بس زميلي خلي حق، بس مش عارف هو خلي حق. شاف واحد الله عليه عرف ما اصله دم جامد، هو دمشه جامد قوي. الله عليك الله عليك يا اسطوره، شكلك هتتفضح. هجوم عليك ناس كتير هتتفضح. هجوم عليك يا حبايبي كده. مين اللي هيخش التاني؟ هيفو خش الاولاني. مش قلتلكم اللي هو اتفضح؟ اتفضح. ايوه يا مش قلتلكم اتفضح؟ ايه ده فضل اتنين بس؟ والواد ده الواد ده بيراقي. واقف الميه يا حلاوته. الزون عندك حبيبي كده. البنت ايه ده؟ وازاي اصلا راح فيها؟ هو ما انا عارف. هنشوف كده عندي حاجات كتير قوي. بس انا شفت اللي في واحد كان جايب الطيارة دي، بس في طيارات هنا في وقت ما بس باربعين جوهرة. لأ قصدي بميت اربع جواهر، 400 جواهر. السفينة الفضائية دي ايه ده؟ ورقة
هي في ورقة تكون زي طيارة استقبل ده ولا ايه؟ نشوف البرشوت بتاعنا. تقريبا انا جبت البرشوت ده بس جالي ده الاول اللي بعدها بس يا راجل ملابس نضارة يا حلاوتك وسنايبر سنايبر ده جامد ده كل ده تقريبا بيقول لي انت تطور الاسلحة بمية جوهرة او بمية وخمسين او بمئتين او بمية. انا جبت ده والله جبت تقريبا لازم اطور ما لو طورت الأسلحة كلها العيال لو خدوا من الأسلحة اللي أنا طورتها هيفنشوني كده بس ماشي يلا تقريبا أنا دخلت في دي لأ شباب ايه ده اكل دم كلها اختفينا تقريبا انا كتبت اسمي كده خلينا نكمله تمثل يا حلاوة لا يا حلاوة انا اول مرة اجيب ارض جدا ايه ده بس تقريبا انا جبت الصورة دي اهي هي جتلي بس تحت بس كل العالم ده تقريبا جالي واحد من ده تقريبا على فكرة عندنا دلوقتي اختار ده ايه ده الشلد واحد بس شكل ده الاخير ماشي خلينا نشوف نشوف كده كل ده اربعة منها يا عم اخرج يا عم ايه ده يا عم ده تقريبا انا فتحت واحد من ده بس تقريبا جالي باراشوت ايه ده جست انت بتهزر والله جالي باراشوت بس ايه ده ايه ده ايه الشخصية دي زين الشرطة أول مرة أشوف شخصية الشرطة دي بس تقريبا ده الطباخ والراجل ده غريب والله الشكل ده أنت طلقت يا حلاوتك ايه ده جد مزارع انت تستابل ايه ده ايه الشخصية دي ولا تخين ايه ده يا عم ده ماشي
شفتوا الطاية ما غيرها، ما خش جيم موت الزومبي. اما خش مود موت شكله فاخ اكله بموت اقدر اكله دخل قول ولو محمر دي حبيبي حبيبي يا عم ده والمكان ده مهجور مهجور يا ماما شكت برع فوق اللون احمر يبقى تقريبا هو اللي جاب يا عم تعد يا روقانك تعد تعد على الكلام انا عايز جنب طيب بس كده اتصور تشيز تشيز ايدي 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 ايه الهس بس ده ايه اللي انا شايفه ده ايوه انا وزميلي مع بعض يا سلام خليني معاك يا بطل نعم